يعني نريد الخدمات، نريد ثاني شيء المدارس، يعني مدارس عندنا اطفال يعني مدارس حيل بعيده، نريد المدارس يعني يعمرون هاي المدارس يجيبونها من هاي المدارس من الكرفانات ويرممون هاي المدارس. بالنسبه لهاي الانقاض ما حد جاء عليهم، وهذا المجرى الصندوقي يعني صار له من بدايه التحليه حتى اليوم ما حد جاي يمه نهائيا، واحنا مقبلين على شتاء وفيضانات نفس الشيء بيوتنا راح تطوف. نطلب من الحكومه الاستعجال بالخدمات. هاي الانقاذ لو ساخينا مي ماكو، المجاري كلها مكسره، المجرى الصندوقي، المدرسه، اهم شيء المدرسه، اهم شيء سوينا المدرسه، المجرى الصندوقي، وهاي حسام القدرات ولو ساخينا بداخل المنطقه. يعني كلها روايح قريه تجاه. اي والله هاي قبل مده كنت ثلاث حيه هنا امانه الله. والله طولها متر و10 سنتيمات. مطالبات من الحكومه. والله نريد يشوفون اوضاعنا. يشوفون الخدمات، يسوون هالمجرى الصندوقي، المدرسة طبعا. اهم شيء المدرسة، جانا عاد نروح للقلوات او الجديدة على المدرسة. ماي ماكو، هاي الانقاذ، هذا صندوقي، هاي السيارات، هاي ذول السكراب وما سكراب، يعني ما حدا يجي علينا. يشيلون ما حد شالهم ولا حد جاي علينا ولا ابد ولا اصلا. ودي نشوف وعن دائما دائما حد يسمعنا. كم مرة جوا هنا صوروا وعملوا عندنا بوري هنا. بالفرع ماكو مزرف بيجي 70 80 متر، يابا بدوه بس يصوروه ما حد يبدلوه ولا حد يجي علينا. وايش نسوي ما نعرف. والله احنا بمنطقه الطوافه وضعنا والله ما خوش وضع، بس على تحسن. هاي المواد قبل شهرين السيد المحافظ جاء هنا وقال ابد ما ظل هذا الصندوقي، هذا السيب الصندوقي متروك، يعني صار له سنين متروك، وهسه صار بعد تراب وما تراب، بعد ما يمشي مي نهائيا. مي العادي هذا العادي مال البيوت ما يمشي، فكيف اذا جت مطر ان شاء الله والدنيا بخير راح نتبهدل احوالنا احنا بالطواف. شو تحتاجون بالطواف؟ شو مطالباتكم؟ نحتاج الخدمات، شيل هاي الانقاض، هاي السيارات، هاي الارض، هاي المدرسه ما حد عمل بها كل شيء. مدرسه نحتاج لاطفالاتنا، رجعنا عالم رجعت، فقير يرجع، ما نقدر غادي كراوي وايجارات ما عندنا ورجعنا هنا. بس يريد خدمات. المي موجود؟ المي يجي وينقطع، يجي وينقطع، بس ما يخالف، احسن مال البير. ما حد جاء عليكم شلون هاي الانقاض؟ والله ما حد جاء، والسيد المحافظ هو مدير بلديه جاء وقال ما نبقيها. والسره ما اعرف قبل صار قد هذا الحكي؟ قبل ثلاث اربع اشهر. قبل من شهر ربع فتحوا الجوازات هنا وقالوا هاي الشارع نظفوا ونبلطوا، لا بلطوا ولا سووا ولا شلوا هاي الانقاض السيارات المشعوله.